التفكير في مهرجان العيطة المرساوية، اولا لان الجهة هي المنبت او المنبع ديال العيطة المرساوية، وايضا لاطلاع العاشقين والمهتمين والكتاب والناقدين على فن العيطة. البرنامج كيف ما قلت يحمل اسم رائد من رواد العيطة وهو الفنان بوشعيب البيضاوي، ويكرم ايضا شخصية من شخصيات فن العيطة وهي الفنانة دونا بنت مدينة الدار البيضاء. هنالك شقين في البرنامج، هنالك الشق اللي هو خاص بالفرجة وخاص بالسهرات، حاولنا انه يكونوا معنا فنانين اللي كيغنيو فن العيطة المرساوية في الاساس، رغم انهم كيغنيو انواع اخرى، ولكن الاساس انهم عرفوا بفن العيطة. ومعنا الشق اللي هو مهم جدا واللي كنا حريصين انه نركز عليه، وهو الشق الثقافي ببرنامج حافل جدا. هنالك يوم دراسي حول الجذور ديال فن العيطة وامتداداتها الحضارية، هنالك ايضا مائدة مستديرة غتكون في سطات ان شاء الله حول ايضا اصول العيطة، وهنالك لقاء مع المهنيين ديال العيطة كيحاورهم الدكتور حسن النجمي. هنالك ايضا توقيعات لكتب واصدارات فن العيطة، ومعنا كيف ما قلت في الندوة باحثة وأستاذة جامعية إيطالية غنشوفوا النظرة ديالها الفن العيطة. فجميل جدا أن تحضر معنا باش نشوفوا الأجنبي كيفاش كينظر لهذا الفن اللي احنا نعتز به. هنالك أفلام سينمائية اللي هي تناولت العيطة، غادي تكون بالحضور ديال المخرجين ديالها، وغادي نقشوا العيطة في التناول السينمائي من خلال المخرج ديال الفيلم. وهنالك ورشة أيضا للشباب غادي يتعلموا خلالها، غادي نكتشفوا خلالها أولا المواهب اللي كتعرفها في العيطة، وغادي نوجدوا معهم واحد العمل اللي غيتقدم في نهاية المهرجان. وبالتالي هذا طريقة من طرق المحافظة على فن العيطة. الجميل انه العيطة في المحطات ديالها خارج الدار البيضاء كاين الجهة، وفي محطات الدار البيضاء كاين جماعة الدار البيضاء، ويمكن لاول مرة كيتلقاو هاد الشركاء اللي هما اساسيين، اللي هما اولا الدولة اللي هي وزارة الثقافة، والمنتخبين في المجالس ديالها سواء مجلس الجهة او جماعة الدار البيضاء. كنتمنى انه هذا المهرجان يكون عنده اقبال. يمكن هذه السنه ما استطعناش ندخلوا المسرح، رغم انه كان التفكير في عروض مسرحيه اللي تناولت العيطة، ولكن كيف ما قال السيد الرئيس احنا كنفكروا المهرجان في بدايته احنا منفتحين على اراء، على نقد، على اي حاجه اللي تكون بناءه نبنيوا عليها ان شاء الله الدوره القادمه من مهرجان العيطة المرساويه. بالنسبه للدور ديالي هنا فيما يتعلق بالمهرجان، تمت المناداة عليا من طرف المندوبية الجهوية، وكنشكر الشكر الجزيل للأخت حافظة على هذه الالتفاتة، هي وبقية الإخوان. لا المرساوي تحديد ديالو واللون هذا جاء في هذه المنطقة هذه اللي هي الدار البيضاء والنواحي ديالها، المدن القريبة جدا. لما كنقولوا آسفي مثلا كنقولوا العيطة الحصباوية، مني كنمشيو مثلا للشمال كنقولوا العيطة الجبلية، فكل مدينة كل منطقة عندها اللون ديالها. فالدار البيضاء هي بغات تحيي هذا الجانب اللي هو المرساوي اللي كان مزدهر في عهد الأوائل الرواد من بشعيب بيضاوي وزيد وزيد وزيد. بدات انطلاقة ديال واحد اللون اللي كنا كننتظروه من زمان اللي هو اللون العيطة وتحديدا المرساوي. هذا الموروث الثقافي اللي بغيناه يبقى وتبقى الجذور ديالو مستمرة، ولما لا أنه يتم الاعتراف به حتى على مستوى اليونسكو، لماذا لا؟